بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ومرحبا بكم في اللقاء الثالث واللقاء الأخير. وإن شاء الله في هذا اللقاء سنستكمل فصول مادة الإدارة الاستراتيجية، مبتدئين بالفصل السادس وهو أهداف المنظمة. بعد تحديد الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية، يبدأ الفريق المسؤول عن وضع الخطة الاستراتيجية بصياغة الأهداف الاستراتيجية. وفي الحقيقة تمثل هذه المرحلة الأخيرة في صياغة الخطة الاستراتيجية. فالمؤسسة من خلال تحليلها للبيئة تحدد أهم القضايا الاستراتيجية وما هي أهم المشكلات الرئيسية التي يجب أن تتعامل معها لتحقيق رؤيتها بنهاية فترة الخطة، وهي أيضا القضايا المهمة التي تسعى المنظمة أو المؤسسة أن تحقق تميز فيها، على الرغم أو بالرغم من أنها أو كونها متميزة فيها حاليا، فهي تعمل على المحافظة على النجاحات واستمرارية هذه يعني واستمرارية العمل واستمرارية النجاح في هذا القطاع أو في هذا المجال أو في هذه الصناعة أو في هذه الخدمة. عندما نتكلم عن الأهداف فنحن نتكلم على مرحلة في غاية الأهمية، فالهدف هو يعبر عادة عن النتيجة المطلوب تحقيقها والوصول إليها خلال فترة زمنية محددة. وتشير الأدبيات الإدارية أن هناك يعني أنواع من الأهداف، وكما سنوضحها حاليا، سواء كانت الأهداف طويلة الأجل والتي قد تقدر ب5 سنوات، أو متوسطة الأجل وهي النتائج المطلوب تحقيقها خلال يعني سنة إلى 3 سنوات، ومنهم من يقول خلال 2 إلى 3 سنوات، وقصيرة الأجل وهي النتائج المطلوب تحقيقها خلال سنة واحدة أو عام واحد. فهذا حسب المدة الزمنية تقسم الأهداف إلى 3 أهداف أو 3 مستويات، المستوى الطويل الأجل ومتوسط الأجل وقصير الأجل. فالأهداف الاستراتيجية، عندما نتكلم عن الأهداف الاستراتيجية فنحن نتكلم على مستويات الأداء والنتائج وكمان المخرجات التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها، وهي بمثابة أداة قياس يقاس بها أهداف المنظمة أو أداء المنظمة إذا صح التعبير، ومدى تقدم هذه المنظمة ومدى تقدم هذه المؤسسة نحو المعايير والأداءات أو النتائج المنشودة. في الحقيقة الأهداف الاستراتيجية هي المخرجات التي تساهم في تقوية وتعزيز ما نسميه بالمركز التنافسي للمؤسسة ومدى قدرتها التنافسية. يعني أي مؤسسة، أي منظمة، سواء كانت خدمية أو إنتاجية، فهي تسعى دائما إلى تحقيق أو تعزيز مركز تنافسي متميز في السوق. ولذلك أهدافها الاستراتيجية لابد أن تسعى إلى هذه النقطة، أن تعزز هذه النقطة وتسعى إلى الوصول إليها، وهي مسألة تعزيز مركزها التنافسي ومدى قدرتها أيضا التنافسية. فالأهداف الاستراتيجية ما هي إذا صح التعبير؟ ما هي إلا مجموعة غايات بعيدة الأمد تمثل مستويات أداء مطلوب تحقيقها، وتكون ملائمة أيضا للقدرات والكفاءات الموجودة، سواء قدرات المدراء، كفاءاتهم، معارفهم، مهاراتهم، إمكانياتهم. فهي في الحقيقة translation، يعني كأنها ترجمة للطموحات والتوقعات لمجموعة المساهمين في المؤسسة. فإذا الهدف، نستطيع أن نقول أن الهدف الاستراتيجي عادة يرتبط ارتباط مباشر برسالة المؤسسة، يرتبط ارتباط مباشر بعناصرها. وفي الحقيقة عندما نتكلم عن الهدف الاستراتيجي فإنه لابد أن نجيب عن سؤال حساس، وهو السؤال التالي الذي نستطيع أن نقول عليه: ما الذي تسعى الشركة أن تنجزه على المدى الطويل والمتوسط والقصير؟ هذا السؤال مهم جدا، لابد أن يسأل من أجل أن نتمكن من صياغة استراتيجيات واضحة، وأن ننتقل يعني أن نعبر عن صياغة الاستراتيجيات بصورة إيش واضحة. فتحديد الأهداف الاستراتيجية
يعتبر هو الركيزة، هو العمود الأساسي الذي يقوم به متخذ القرار من خلاله أو عبر هذا الهدف بتوسيع أنشطة المؤسسة وتطويرها. فالهدف الاستراتيجي يعني في نهاية المسار أنه يسعى بنقل المؤسسة من هذا الوضع إلى الوضع التالي، أو الحفاظ على هذا الوضع الكائن القائم. تمام؟ طيب، عندما نتكلم عن الأهداف فإننا نتكلم عن هل هناك فائدة يعني من وضع أهداف؟ في الحقيقة كما ذكرت في المقدمة أنه وضع الأهداف هو كأنك تحدد المسار أو المآل أو الغاية أو الاتجاه أو المنطقة التي تريد أن تصل إليها. فهي الأهداف، أي الأهداف ترسم اتجاه واضح يعكس توقعات المؤسسة المستقبلية. ماذا تتوقع أن تكون عليه المؤسسة بعد 5 سنوات؟ ماذا تريد أن تكون عليه المؤسسة بعد 5 سنوات؟ ما هي المآلات؟ ما هي الاتجاهات التي ستسير إليها المؤسسة بعد هذه الفترة الزمنية؟ أيضا من فوائد صياغة الأهداف أنها تحقق الكفاءة في الإنجاز. شيء لا هدف له، كيف يمكن أن تحقق كفاءة؟ أنت عندك موارد، عندك سواء موارد بشرية أو موارد مالية، هذه الموارد كيف تستطيع أن تحقق الكفاءة من خلالها أو تحقق كفاءة الإنجاز إلا من خلال وضع أهداف؟ فالأهداف هي السقوف التي يعني يستطيع الإنسان أن يصل إليها، فأنت بالهدف هذا تستطيع أن تصل إلى هذا السقف، فتحقق كفاءة في إنجازك، كفاءة في عملك، كفاءة في أدائك. تساعد أيضا في تقييم الأداء من خلال تحديد المعايير. طيب أنت في الماركتينج أو أنت في إدارة الإنتاج أو في إدارة الموارد البشرية أو في إدارة المعلومات، نظم المعلومات، أو في أي إدارة من الإدارات، كيف أستطيع أن أقيم أداء هذه الإدارة؟ فأشياء لا هدف لها لا يمكن تقييمها، فالشيء التي لا يمكن قياسها لا يمكن تقييمها. فلذلك الأهداف تعطينا معيارية في تقديم أو في تقييم الأداء. من خلال ماذا المعيارية هذه؟ من خلال أننا أوضع معايير واضحة سواء بنسب أو بأرقام أو بمعدلات. تمام. أيضا من فوائد الأهداف أنها تحدد الأولويات للمؤسسة. تحديد الأولويات مهم جدا. كيف تحدد الأولويات؟ بأنك تضع، وكما يقال في تعريف الأولوية، أن تعريف الأولوية باختصار بسيط جدا، أن لا تقدم ما حقه التأخير ولا تؤخر ما حقه التقديم. فالأولوية كيف تستطيع أن تحدد هذه الأولويات؟ عن طريق الأهداف. فبحيث أنك عندما تضع أهداف تستطيع أن تضع ما هي الأولويات الرئيسية والأساسية والمحورية التي يجب أن يتم التركيز عليها. طيب، أيضا تقلل الصراعات. وجود أهداف هو تقليل الصراعات. كيف تقليل الصراعات؟ يعني أنا بيني وبينك عقد، أنا بيني وبينك كإدارة ماركتينج، كإدارة إنتاج، كإدارة بحوث وتطوير، كإدارة بيانات أو معلومات، أنا بيني وبينك اتفاق، بيني وبينك عقد. ما هو هذا العقد؟ عندي عقد أنك تحقق لي هذا المستوى من الإنجاز. إذن يعني بتقلل مسألة الصراعات، أنه سواء الصراعات البينية بين الإدارات، لأن الوضوح في الأهداف يقلل الصراعات ويقلل التداخلات ويفصل التخصصات، وأيضا يضع الآمال لكل إدارة من الإدارات. فأنا في الأخير أنا أسألك على إيش؟ في يعني في بروفيشنال أو مهنية في المحاسبة، في مهنية في المساءلة، في منهجية واضحة في التقييم. فأنا أقول لك، مش بمزاجي أجي أقول لك أنت والله ما تنفعش، عملكم في إدارة الماركتينج عمل غير مناسب وغير ملائم وغير محفز للمنظمة. لا، لماذا أقول هكذا؟ هذه إطلاق أحكام غير يعني أحكام ليس لها أساس. لكن عندما أتي
لأنه ردة الفعل المقابلة من الإدارة ستكون ستوجد صراعات. لكن عندما أقول لها أنت كان هدفك الأهداف اللي اتفقنا على تحقيقها كانت كذا وكذا وكذا، أنتم ما حققتم هذه الأهداف، فهنا لابد من المراجعة. بدل أن تنتقل إلى مرحلة الصراع تنتقل إلى مرحلة المراجعة، المراجعة الذاتية، المراجعة للعمل، المراجعة للأداءات، المراجعة للمعايير، المراجعة لطريقة الأداء وغير ذلك. تقليل الإجهاد الإداري أيضا يعني هذا يعتبر هدف من الأهداف، أنه تقليل الإجهاد الإداري، أنه بتتوزع الأعمال على كل المستويات، وأيضا ما يكونش في إجهاد في جانب معين وجوانب أخرى ما هيش مغطية في العمل أو في المؤسسة أو في المنظمة. أيضا في قد تساعد وجود الأهداف في الدقة في تخصيص الموارد، وهذه أيضا نقطة مهمة جدا في مسألة الأهداف. ولذلك يسموه مسألة أنه حتى على المستوى الشخصي بيتكلموا عن موضوع ما يقال له: ما الذي تريد أن تحققه؟ ما الذي تريد أن تحافظ عليه؟ ما الذي تريد أن تنتجه؟ ما الذي تريد أن تتخلص منه؟ ولذلك يعني ما تملك وما تريد، يعني وهذا يأتيك استراتيجيات. يعني مثال، يعني إذا قلت لك، إذا سألتك سؤال وقلت لك إذا كنت تريد شيء ولكن لا تملكه، فما هي استراتيجيتك؟ هنا إيش سيكون هدفك؟ إذا كنت تريد شيء، أنت ترغب في شيء لكن في الوقت الحالي أنت لا تملكه، إذن ما هي الاستراتيجية تبعك؟ ستكون استراتيجية تحقيقه. إذن هنا الاستراتيجية أنك تسعى إلى تحقيق هذا الشيء. لكن إذا كنت تريد شيئا وتملكه، فما هي استراتيجيتك في هذا الجانب؟ استراتيجيتي في هذا الجانب أن المحافظة عليه، فشيء أنت تريده وأيضا أنت إيش تملكه، فهذا هدفك أنك تسعى إلى الحفاظ عليه. مثال يعني للشيء، تريد شيئا، مثلا تريد أن تقتني سيارة أو تشتري سيارة لكن أنت لا تملك هذه السيارة، إذن تسعى إلى أن تحقق هذا الهدف، أن تمتلك سيارة. إذا أنت تريد شيء وتملكه، أنا أصبح لدي سيارة الآن كنت وأريدها، فإذا هدفك الآن أو استراتيجيتك أنك تحافظ على هذه السيارة، تحافظ على مظهرها، على أدائها، على فعاليتها، على كفاءتها، على يعني على كل شيء موجود فيها. طيب إذا كنت لا تريد شيئا وتملكه، أنت تريد شيء لا تريد الشيء هذا وتملكه، أيش استراتيجيتك في هذا الجانب؟ أكيد سيكون هدفك أنك تستبعد هذا الشيء، لأنه شيء لا تريده لكنك تملكه. يعني أنا قد ربما عندي هذا اللابتوب، أنا لا أريده لكنه موجود معي، إذن استراتيجي في هذه الحالة أن أنا أتخلص منه، أبيعه، واضح؟ والأمر الآخر، آخر شيء، مثلا إذا كنت لا تريد شيئا ولا تملكه، لا تريد هذا الشيء ولا تملكه، إذن ما هي الاستراتيجية هنا؟ أن تتجنبه. إذن يعني هذه يسموها شبكة الأهداف، يعني حتى على مستوى الشخصي ممكن تصنع، فيكون يعني عندنا يعني استراتيجية التحقيق، استراتيجية الاحتفاظ، استراتيجية الاستبعاد أو التجنب، استراتيجية الاستبعاد أو استراتيجية إيش؟ التجنب. طيب احنا عندما نتكلم الان في صياغه او في تصنيف الاهداف، عندنا ذكرناها من ناحيه الاهميه، عندنا اهداف استراتيجيه، وفي ما نسميه بالاهداف التكتيكيه، وفي الاهداف التشغيليه. وفي الحقيقه يعني بعض الكتب الاداريه او في الاداره الاستراتيجيه تكتفي بما يسمى بالاهداف الاستراتيجيه وبالاهداف التشغيليه، وبعضهم بيقسمها الى هذه الثلاث الاهداف: اهداف استراتيجيه، واهداف تكتيكيه، واهداف تشغيليه. فالاهداف الاستراتيجيه قلنا هي على المستوى الاعلى، يعني اذا عندنا الهرم الاداري، عندنا التوب مانجمنت والميدل مانجمنت، وعندنا الفيرست لاين مانجمنت، يعني الاداره العليا والاداره الوسطى والاداره الدنيا. فالأهداف الاستراتيجية هي من يعني ترتبط بالإدارة العليا، الأهداف التكتيكية ترتبط بالإدارة الوسطى، الأهداف التشغيلية ترتبط بالإدارة الدنيا،
واضح كيف الفكرة؟ فهذه تقسيماتها، إذا أردنا تقسيماتها أو التصنيفات، تصنيفاتها في تصنف في هذا بهذا التصنيف. من ناحية الأهمية فعندنا أهداف استراتيجية، الأهداف الاستراتيجية من يصيغها؟ من مسؤول عن صياغتها؟ من المسؤول عن متابعتها؟ من المسؤول عن الرقابة عليها؟ هم ما نسميه بالإدارة العليا. الأهداف التكتيكية هي مشتقة من الأهداف الاستراتيجية. من المسؤول عن تنفيذها؟ المسؤول عن تنفيذها هي الإدارات الوسطى. الإدارة الوسطى مسؤولة عن تنفيذ هذه الأهداف التكتيكية، والأهداف التكتيكية مشتقة من الأهداف الاستراتيجية، وهي الترجمة الفعلية للأهداف الاستراتيجية. تمام. الأهداف التشغيلية منبثقة ومنشقة من الأهداف التكتيكية، والأهداف التشغيلية من المسؤول عن تنفيذها؟ المسؤول عن تنفيذها هي الإدارة الدنيا أو المستويات الإدارية في الخط في الخط التشغيلي. فهذا هم مسؤول عن مسؤولين عن تنفيذها، مسؤولين عن أدائها. فهذه بنسميها من ناحية الأهمية. من ناحية المجالات، إذا أردنا أن ندخل في المجالات، فعندي أهداف مرتبطة بالإنتاج، أهداف مرتبطة بالتسويق، أهداف منتجدة بالجوانب المالية، أهداف منتجدة مرتبطة بالجوانب الإدارية والجوانب التشغيلية، أهداف مرتبطة بالموارد البشرية، أهداف مرتبطة بالريسيرش أند ديفلوبمنت، أهداف مرتبطة بكل هذه، بإدارة الموارد، بإدارة الكذا. فهذا حسب المجالات. طب بحساب الإطار الزمني، عندي كما قلنا أهداف طويلة المدى وعندي أهداف قصيرة المدى، وبعضهم يتكلمون عن الأهداف اللي متوسطة الأجل أو المدى. أهداف مرتبطة بأصحاب المصالح أكيد، ولذلك يقال دائما، معذرة منكم، الأهداف يعني ليست من السهل صياغتها، هي من أصعب المراحل في صياغة الاستراتيجيات، هي صياغة الأهداف. لماذا؟ لأن فيها تداخلات مرتبطة بكل هذه التصنيفات، مرتبطة بأصحاب أهداف، مرتبطة بالإدارة العليا، وأهداف مرتبطة بمصالح الملاك، وأهداف مرتبطة بمجالس الإدارة، وأهداف مرتبطة بالدائنون، وأهداف مرتبطة بالمستهلكين، وأهداف مرتبطة بالعاملين، وأهداف مرتبطة بالمجتمع. وقد يكون هناك ما نسميه بعدم الاتساق وعدم الاتفاق وعدم الموائمة وعدم الارتباط بين الأهداف المرتبطة بالإدارة العليا، وبين الأهداف المرتبطة عند الدائنين، وبين المرتبطة بالعاملين، وبين المرتبطة بمجلس الإدارة أو بالملاك. على يعني مثلا الملاك ماذا يريدون؟ الملاك دائما يسعون إلى الربح والربحية، يسعون إلى أنه قيمة الأسهم ترتفع، أنه هاي إنكم، هاي ريفينيو، هذا هدفهم. طيب ما هو هدف العمال؟ الهدف هذا طبعا عندما نقول هاي بروفيت، هاي إنكم، هاي ريفينيو، عندما أريد هذه الأشياء أكيد أننا سأضغط على العمال من أجل إنتاجية عالية، إنتاجية مرتفعة، إنتاجية. معنى ذلك أنه العامل سيتأثر. هنا هدف العامل ما هوش الإنتاجية هذه الكبيرة، هدف العامل مختلف تماما. هدف العامل يريد تحسين في 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 مرتباته، يريد تحسين في 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 التأمين الصحي تبعه، يريد أمان، الأمان الاجتماعي أو الضمان الاجتماعي، يريد أيضا بعض البنفيت، بعض الفوائد والبنفيت، يريد زيادات سنوية، يريد إجازات مدفوعة الأجر، يريد بونس، البونس ايش نسميه، الإكراميات مثلا، يريد كومبنزيشن، يريد تعويضات، يريد يريد يريد. ها، وضحت كيف الفكرة؟ فإذا صياغة الأهداف هناك ليش هي صعبة؟ لأنه لابد أن تأخذ في الاعتبار كل أصحاب المصلحة. فقد يكون، طيب مثلا لو أخذنا مثال آخر، الدائنون، من هم الدائنون؟ الدائنون هم البنوك، الدائنون هم المؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية التي تقوم بإقراض الشركات. هذه المؤسسات الدائنة من بنوك ومن كذا، هي تريد في الأخير أنك لابد أن تحقق ربح، وتحقق يعني تتأكد أنه أنت لابد أن تربح، أن تربح. وقد يكون هذا الربح مش هو أساس النجاح، قد يكون التوسع والاستثمار في التطوير، والاستثمار في
في الموارد البشرية والاستثمار وإيجاد أسواق جديدة، قد يكون هذا هو الهدف الرئيسي للإدارة العليا. لكن أصحاب الدائنين لا، هدفهم أنه يكون في كاش، في ماني، في كاش، في يعني الكاش هذا المتوفر من أجل ماذا؟ من أجل يطمئنوا أن هذه الشركة أو أن هذه المنظمة أو أن هذه المؤسسة قادرة على دفع إيش؟ على دفع الديون ودفع أيضا فوائد هذه الديون. وضح كيف الفكرة؟ طيب المجتمع، قد يكون أهداف المجتمع لا ما يرتبطش مع أهداف الملاك ولا مع أهداف الإدارة العليا. المجتمع يريد يعني منتج عالي الجودة، يريد محافظة على البيئة، يريد أن يكون منتجاتهم منتجات آمنة لا ليست مضرة لا بثقافة المجتمع ولا بقيم المجتمع ولا بعادات المجتمع، أيضا لابد أن يكون هناك ولا بصحة المجتمع ولا بمستقبل أبنائه وهكذا. فإذا صياغة الأهداف أو تحديد الأهداف هي تعتبر من أصعب ومن أعقد المراحل التي تمر بها صياغة الاستراتيجية. واضح الكلام؟ أنتم عندكم معي ولا قدمتم؟ أهلا وسهلا. هلو؟ أوكي. واضح الكلام؟ اللهم صل عليك يا رسول الله. أوكي. أكيد واضح. ما دام أنتم ساكتين في معنى الأمور واضحة. ما شاء الله. طيب. هناك أيضا ولذلك في ما نسميه في صياغة الأهداف. دائما ما نسمع ما نسميه في صياغة الأهداف لابد الأهداف أن تكون الأهداف لابد أن تساق بما يسموها بالطريقة الذكية Smart Objectives، يعني الأهداف الذكية. كيف الأهداف الذكية؟ ما هي أهم مواصفات الأهداف الذكية؟ جمعت في كلمة Smart. Smart اللي هي S-M-A-R-T، Smart اللي هي Specific، يسموه Measurable، Achievable، Realistic والتايم. فمعناه سمارت معناه أنه يكون الهدف محدد، الهدف واضح. ما نذا يعني بالوضوح؟ الوضوح معناه أن لا يختلف اثنان في تقديره، يعني أن تقرأه بنفس الطريقة اللي يقرأه أحمد، بنفس الطريقة اللي تقرأه سحر، بنفس الطريقة اللي يقرأه عمر، بنفس الطريقة اللي تقرأه سين أو صد من الناس، ويصل المفهوم نفسه، نفس المفهوم، فيكون محدد واضح. هذا الوضوح تمام، قابل للقياس، يعني يمكن قياس نسبة إنجاز الأهداف. يعني كيف يمكن قياسها؟ يمكن قياسها عبر سواء تكون كمية أو نوعية أهداف. عذرا. فالأهداف ما نسميه قابل للقياس معناها أنه تستطيع أنك تحولها إلى أرقام، تحولها إلى معدلات، تحولها إلى نسب، بحيث أنك تعيش تقارن بين الأداء الفعلي والأداء الذي ترغب الوصول إليه. قابل للتحقيق، أكيد الأهداف لابد أن تتسم بالمنطقية، يمكن تنفيذها، تتلائم وتتوائم مع إمكانيات المنظمة، تتلائم وتتوائم مع القدرات الإدارية وقدرات المدراء وقدرات العاملين والموارد المالية والموارد البشرية والموارد المؤسسة، قابلة للتحقيق. لكن في نفس الوقت لابد أن تكون أيضا changeable، يعني في تحدي في الموضوع، لابد أن تكون أني achievable at the same time should be إيش؟ يعني challengeable، أنه يكون فيها عنصر التحدي، لأنه إذا ما فيهاش عنصر التحدي في معنى it will not be يعني will not create motivation، ما تخلقش دافعية عند العمال، ما تخلقش دافعية لدى المستويات الإدارية الأخرى. فلذلك لابد يكون في نوع من التشالنج، من التحدي. واقعية، كما ذكرت الواقعية أني تملك الموارد والعناصر الكافية لتحقيق إيش الهدف. الزمن، ومعنى أنه لابد من تحديد وقت زمني لتحقيق هذه الأهداف، يعني ما يكونش نقول خلال العام، خلال السنتين الأولى، خلال الثلاث سنوات التاريخية، في الربع الأول، في الربع الثاني من العام، في الربع الثالث من العام، في الربع الرابع من العام، يعني في الشهر الأول، في الأسبوع الثاني، لابد أن تكون إيش محددة بزمن، لأنه الأهداف الغير محددة بزمن لا يمكن أيضا أن تقاس
ولا يمكن أن تتسم بالواقعية وبالمنطقية، لأنه خلاص مفتوحة، تحقق الأسبوع هذا، تحقق بعد شهر، تحقق بعد سنتين، وهذا كلام لا يتسق مع إيش، مع موضوع الاستراتيجيات. أيضا ندخل في مسألات، يعني مثال للأهداف، إحنا ما حنطولش في هذا لأنه ممكن تقرأوه، لأنه باقي معنا يعني مواضيع أكثر أهمية يعني، بس لكن ممكن ندي مثال على مستوى الأهداف طويلة المدى على مستوى المنظمة، مثل ما يقول هذا في مضاعفة عائد الشركة من 2 مليون إلى 4 مليون خلال سنتين من خلال التطوير واختراق السوق. إذن هذا، شوفوا هذا الطويل، هدف طويل الأمد. ما هو هدف طويل الأمد؟ كم مدته الزمنية؟ مدته سنتين. طيب ما هو، هل هو محدد بزمن؟ أيوة محدد بزمن. ما هو الزمن حقه؟ خلال سنتين. محدد قابل للقياس؟ أيوة قابل للقياس. لماذا؟ لأنه محدد بكمية، بعدد، أنه الشركة حتكون عائد الشركة من 2 مليون إلى 4 مليون. إذن إذا وصلوا إلى 4 مليون معناه حققوا نسبة 100% من الهدف. تمام. هل واضح كيف يحدد؟ من أي ناحية؟ من ناحية عن طريق تطوير واختراق السوق. إذن استراتيجيتهم أنهم يطوروا السوق، يطوروا المنتج، وأيضا يخترقوا إيش، يعملوا عملية اختراق للسوق. تمام أوكي، هذا بالنسبة على مستوى المنظمة. تجي الأهداف يعني على مستوى الأقسام. مثلا القسم الأول، زيادة عائد القسم إلى 40% لهذا العام و 40% في السنة القادمة. العائد الحالي مليون، إذن أنا كان عندي مليون، حزيده في العام القادم 40%، في العام اللي بعده أيضا سأزيده 40%. هذا على نسبة ما نسميه في القسم. طيب على مستوى القطاعات أو الوظائف، مثلا في الإنتاج يأتي ويقول زيادة كفاءة التشغيل إلى 30% من هذا العام. مثلا صاحب التسويق يقول أنه حزيد عدد رجال التسويق أو رجال المبيعات أو رجال البيع إلى 40 خلال هذا العام. تمام، حيكون عندي واحد يقول صاحب المالية، حيقول أنه أنا حسعى إلى تحقيق حصول على تمويل طويل الأجل في مبلغ 400 ألف في الأشهر الأولى من السنة القادمة مثلا. واضح؟ فهذا على مستوى الوحدات أو مستوى الوظائف، وهذا على مستوى الأقسام. طيب أصحاب المصلحة تقريبا أنا قد تكلمت على بعضها عندما مثال، أعطيت بعض الأمثلة حول هذا الموضوع، بس من أجل أن احنا ما نطولش في هذا الجانب. طيب ندخل في الوحدة السابعة، وهي ما نسميها بالبدائل الاستراتيجية. ففي البدائل الاستراتيجية في الحقيقة تعتبر من أهم العناصر في جانب تطبيق الاستراتيجيات، وهي وعندنا في الاستراتيجيات يعني تنقسم إلى مستويات مختلفة. فأولها على مستوى المنظمة، نسميها الاستراتيجيات على مستوى المنظمة، وفي استراتيجيات على مستوى القطاع، وفي استراتيجيات على مستوى الوظيفة، وفي استراتيجيات دولية. فإحنا حنخذ على كل واحدة من هذه ونفهم يعني نوعا ما حول كل استراتيجية من هذه الاستراتيجيات. فنتكلم عندما نتكلم عن الاستراتيجيات على مستوى المنظمة، فعندي أربع أنواع. النوع الأول يسموه النمو المستقر، النمو المستقر. النوع الثاني يسموه النمو، تمام، هناك في نمو مستقر، وهنا إيش الجروث، في جروث، تمام. وفي عندنا استراتيجية يسموها الدفاعية أو الانكماش، وفي عندنا المزيج، يعني قد يكون مزيج من هذا وهذا. طيب عندما نتكلم عن النمو المستقر، عندنا استراتيجية ما يسموها عدم إيش التغيير. كيف يعني عدم التغيير؟ في هذه الاستراتيجية المنظمة تستمر بالسير في نفس المسار وفي نفس النهج الذي كانت تنتهجه. إذا وجدت يعني حاجة لإجراء بعض التعديلات في الأهداف بسبب التضخم، يعني في أنه أنا ما خلاص أنا عندي نمو، لكن هذا نمو مستقر. ما هي الاستراتيجية الأولى؟ إن أنا عدم التغيير، ما حغيرش، حيكون عندي نفس الثبات، نفس ما حطرش إن أنا أعمل عملية إيش تغيير. فهذا يسمى واحدة من الاستراتيجيات، عدم التغيير. الاستراتيجية الثانية يسموها استراتيجية الربح أو الحصاد. هذه الاستراتيجية
هي قائمة على التضحية. كيف يعني التضحية؟ يعني أنا ما معنى استراتيجية الربح والحصاد؟ معناها لو ما أقول الحصاد معناها أننا أريد الكاش، يعني أركز على المبيعات، أكثر تركيز على المبيعات، وعلى حساب ربما التطوير، على حساب ربما النمو، على حساب ربما تحسين الكفاءة الداخلية، على حساب ربما التدريب والترينينج للموارد البشرية الموجودة عندي، على حساب مجالات أخرى. واضح؟ فإذا هنا تركز هذه الاستراتيجية على ما يسموها استراتيجية الربح الحصاد، يعني أنه أوجد كاش، أوجد سيولة مالية موجودة عندي في الشركة، ولو على حسابات إيش؟ على الحسابات الأخرى. يعني لو ادينا مثال، يعني مثلا أنه أنا كمصنع سيارات مثلا، أنا أركز على أعلى معدل في البيع، على معدل أعلى معدل في البيع، وما أركز على مثلا على مسألة النمو في مسألة التصميم، في تصميم المنتج، وفي تحسين التصميم، وفي إيجاد تطوير في 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 أداء هذا المنتج. فهنا يسموها أنا فقط أريد أن أركز على الربح. فتعتمد هذه الاستراتيجية على التضحية بالنمو في المستقبل في سبيل أيش؟ أنه أرباحي تزداد، وأوفر ما نسميه كما قلت سيولة، ومن أجل مواجهة الظروف المؤقتة. قد تكون هناك في ظروف مؤقتة، قد يكون في تضخم، قد يكون هناك في مشكلة اقتصادية معينة، فأنا في هذه الحالة أهتم فقط بتوفير النقدية، بتوفير السيولة، ولو على حساب النمو في المستقبل. تمام؟ يسموها في استراتيجية أخرى تحت مسألة النمو المستقر، تحت استراتيجية النمو المستقر، يسموها استراتيجية التريث. كيف استراتيجية التريث؟ فيها تخفض الأهداف من مستوى النمو السريع، أنا المفروض أن أنا أنمو نمو سريع، إلى في يعني من النمو السريع إلى ما نسميه إلى مستوى من النمو بمعدل ثابت. المعدل حق النمو عندي يكون معدل ثابت، وذلك يسموه تريث. حتى إيش تركز المنشأة؟ من أجل المنشأة نفسها تركز على مسألة الإنتاجية، الكفاءة الإنتاجية، يعني تركز على هذا الجانب وتتريث في مسألة النمو السريع. هذه ما نسميها باستراتيجية النمو المستقر. تمام؟ واحدة أيضا من الاستراتيجيات ما نسميها الحيطة والحذر. الحيطة والحذر هذه الاستراتيجية تلجأ المنظمة أنه في هذا الجانب المنظمة تسعى للحركة، يعني تسعى أنها تتقدم، تسعى أنها تتطور، لكن ببطء، والأخذ في الاعتبار الحيطة. ليش؟ لأنه قد يكون هناك في تأثيرات خارجية، في عوامل خارجية قد تؤثر على البيئة. من هذه العوامل الخارجية قد يكون ربما اضطراب في السوق، قد يكون ربما يعني ما نسمي هذا اختلاف صرف العملات، قد يكون هناك في تضخم، قد يكون هناك في زيادة الفائدة في البنوك، زيادة أو يعني في هذه الجوانب قد تؤثر، أو عوامل خارجية، أو دخول حتى منافسين جدد في السوق. فيكون في حيطة وحذر. صح أنه في تحرك، لكن مع أخذ الحيطة والحذر في مسألة أنه يعني التحرك بسرعة أو النمو المتسارع. طيب، في استراتيجية النمو، هذا النوع من الاستراتيجيات اللي تكلمنا عليه، استراتيجية النمو في هذا، مش النمو المستقر، في استراتيجية النمو. تمام؟ في هذا النوع من الاستراتيجيات المنشأة تسعى إلى أن ترفع من مستوى أهدافها عما كان عليه سابقا. يعني كان سابق مثلا الحالي كنا بندخل الريفينيو 5 بليون، العام القادم حنخليه 10 بليون، يعني أو 7 بليون، يعني مثل هذا في نمو. لكن النمو المستقر لا، مثلا هذه المرة 5 مليون بندخل، في السنة القادمة أو في السنة حيظل 5 مليون. صح نمو، بس نمو مستقر. واضح؟ أو حتى النمو ما يكونش بهامش كبير. تمام؟ في هذا النوع من الاستراتيجيات في الحقيقة المنشأة أو المؤسسة أو المنظمة
تسعى إلى رفع مستوى أهدافها مقارنة بالماضي أو بالسابق أو بالحالي، وتقوم بتطوير منتجات جديدة، تقوم بفتح أسواق جديدة، تستحدث أيضا أو تخلق استخدامات جديدة لمنتجاتها، تستحدث تطويرات وتصميمات جديدة. فهذا ما نسميه باستراتيجيات النمو. طيب أنواع هذه الاستراتيجية، استراتيجية النمو، واحدة منها ما نسميه باستراتيجية التكامل، وقد ربما ذكرناها في خلال كلامنا في المحاضرات السابقة، استراتيجية التكامل اللي بنسميها الانتجريشن استراتيجي. ماذا نعني بها؟ أنه عندنا التكامل الأمامي اللي هو فورورد، واستراتيجية التكامل الخلفي. دائما ذكروا معي فورورد، التكامل الأمامي عندما تريد أن تأمن على شبكات التوزيع، تمام؟ أنك الشركة أو المنظمة يعني تؤمن الشركة أو مسألة منافذ التوزيع أو استراتيجية التوزيع، تمام؟ فهذا يسموه التكامل الأمامي فورورد. أما التكامل الخلفي عندما تريد أن تؤمن الموارد أو المواد الخام. في الباكورد أني تؤمن الموارد أو المواد الخام، في الفورورد التكامل الأمامي عندما تريد أن تؤمن مواضيع التوزيع. فهذا نسميه التكامل الأمامي أو التكامل الخلفي. يعني مثلا كيف نقول مثلا في التكامل الأمامي؟ التكامل الأمامي كما ذكرنا قد تكون أنت مصنع لإنتاج القمح أو لإنتاج غير القمح، نقول لإنتاج ما نسميها الدقيق، تمام؟ مصنع لإنتاج الدقيق، تكون بعدين أنت المفروض تبيعه لتجار التجزئة أو الوكلاء أو كذا وكذا. تقوم أنت لا تأمن لك مراكز للتوزيع تبع مصنعك أنت، فأنت في هنا أمنت منافذ التوزيع وأمنت شبكات التوزيع، فهذا يسموه التكامل الأمامي، تمام؟ فأنت في نفسك أنت الموزع، وأنت اللي بتوصل الخدمة إلى العميل أو إلى المستفيد أو إلى المستهلك. الباكورد أنه بتأمن الموارد، أنت مصنع قمح، أنت بتجيب أو مصنع كما قلنا دقيق، أنت بتدي القمح من المزارع موجودة أو من كذا، لا تقوم أنت تشتري المزارع هذا، فأنت أمونت المواد الخام، واضح؟ فهذا ما نسميه باستراتيجية التكامل. وهنا في هذه الاستراتيجيات أن المنظمة تقوم بالسيطرة على الموزعين والموردين وأيضا المنافسين. إذا كان التكامل ما نسميه الأفقي، في التكامل الأفقي إنك معناه إنك ممكن تشتري منافسين آخرين، كان في سوق للقمح أو مصنع قمح آخر، أنت ممكن تساهم بحصة سوقية فيه، أو ممكن تستحوذ عليه، أو ممكن إيش يعني تشتري مثلا. واضح كيف الفكرة؟ فهذا يسموها استراتيجية التكامل، سواء كما قلنا تكامل أمامي، التكامل خلفي، أو تكامل أفقي، تمام. في مسألة التنويع، في عندنا التنويع المتمركز أو المركز، وعندنا التنويع المختلط، والاستراتيجيات اللي اختراق السوق، تطوير السوق، وتطوير المنتج. استراتيجية التنويع اللي يسموه المتمركز له تسمية باللغة الإنجليزية يسموها تنويع معناها diversification، التنويع معناها diversification. وهذا في هذا التنويع أنه معناه أنك بتضيف منتجات جديدة مختلفة، سواء كان لها علاقة أو ارتباط بالمنتجات إيش القائمة، وقد تكون هذا في جانب أو أكثر. يعني أنه مثل إيش، لما نقول نضرب مثال في هذا الجانب، أنه استراتيجية النوع التنويع المتمركز، يعني أنا مثلا أنا أصلا مصنع إلكترونيا، طيب أنا كنت أصنع أجهزة كمبيوتر، تمام؟ إيش المانع أن أنا بدل أصنع أجهزة كمبيوتر أنا ممكن في نفس الوقت أصنع أجهزة تلفونات، في نفس الوقت ممكن أصنع أجهزة الألعاب الإلكترونية، ممكن في نفس الوقت أصنع أجهزة يعني الساعة الذكية مثلا، ربما يعني
فهذا يسموه التنويع المتمركز، تمام؟ في حاجة أخرى يسموها استراتيجية التنويع المختلط، وهي إضافة منتجات جديدة ولكن ما لهاش ارتباط بالمنتجات الحالية القائمة. يعني أنا أكون مثلاً بنشتغل في الإلكترونيات، أقوم أشتغل في الغسالات، في صناعة الغسالات، ممكن أشتغل في صناعة الثلاجات. هي صح أدوات كذا لكن ما لهاش ارتباط مباشر، أو ربما أكون أنا يعني شركة بتصنع الملابس، أقوم أصنع أحذية، واضح؟ أو حقائب يعني رجالية أو حقائب نسائية. فقد لا تكون في تنوع مختلط، لكن يعني ما لهش ارتباط بالصناعة الحالية اللي أنا بنشتغل فيها، لكن معناها إنه إيش، أو بالمنتجات الحالية، لكننا أدخل في هذا السوق. طيب، في ما نسميها بالاستراتيجية المكثفة اللي تتطلب فعلا جهود كبيرة جدا لتطوير الوضع التنافسي لمنتجاتك، منتجات المصنع، منتجات الشركة، أو تشمل مثل إيش؟ اختراق السوق، أننا استراتيجية تطوير السوق، واستراتيجية ما نسميه بتطوير المنتج. كيف يعني اختراق السوق؟ معناها أننا أسعى لزيادة الحصة السوقية لمنتجاتي في هذه السوق الحالية. كيف ذلك؟ من خلال قيام بمجهود تسويقي كبير جدا. أنا كنت أشتغل في تعز وعدن في المنتجات هذه، الآن أبدأ أشتغل، كنت أشتغل في محافظتين، أنا حدخل الآن في 10 محافظات. هذا يسميها اختراق السوق، أن أنا اخترقت السوق. أنا كنت أبيع في السعودية فقط، كنت أبيع منتجات الحليب مثلا في السعودية، لا، أنا حخترق السوق الخليجية كامل، حبدأ أسوق في عمان، حبدأ أسوق في الإمارات، في قطر، في البحرين، في الكويت. أنا كنت أشتغل على مستوى دول الخليج، الآن حشتغل على مستوى الشرق الأوسط. واضح كيف الفكرة؟ فإذا هذه يسموها استراتيجية اختراق السوق. في استراتيجية أخرى اللي هي استراتيجية تطوير السوق. هي كيف تقوم هذه؟ على أساس إيش؟ إنه تقديم المنتجات الحالية إلى أسواق جغرافية جديدة. يعني كان عندي سوق جغرافي، أطور الأسواق، السوق جديدة يعني. طيب، استراتيجية المنتج أنه أعمل تعديل في السلعة، أعمل تعديل في الخدمة الحالية، بحيث أن أنا أطور هذه السلعة، بحيث أن أنا أطور هذه الخدمة، وأقوم بإيش، بإضافة مزايا جديدة لهذه الخدمة، أو بإضافة ما نسميها تعديلات لهذه السلعة، أطور المنتج هذا. كان عندي يعني منتج التلفون هذا موجود عندي، أنا الآن طورت المنتج تبعه وعملت له كاميرا يعني متطورة جدا، تصور فيديو بريزوليشن عالي، يعني أيضا مسألة الانتقال في البرامج تكون بسرعة عالية، الكذا الكذا. فهذا ما نسميه بتطوير المنتج. طيب، عندي كمان استراتيجية الانكماش أو الاستراتيجية الدفاعية. هنا الاستراتيجية الدفاعية أو الانكماشية، هنا المنشأة، المنظمة أو المؤسسة أو المصنع يقوم بتخفيض الأهداف. يعني إيش؟ كان أهدافي في السنة الماضية أن أنا أكسب 5% من الحصة السوقية، هذه السنة أقلل الحصة السوقية إلى 3%. إذن أنا فعلت انكماش، يعني كنت أول 5%، أنا انكمشت إلى 3%. كان أول عندي المبيعات تبعي تصل إلى 10 مليون، هذه السنة إلى 8 مليون. استراتيجيتي إن أنا انكمشت، إن أنا تراجعت عن ما كنت عليه سابقا. أكيد الاستراتيجيات الانكماشية أو الدفاعية ما يلجأ لها المؤسسة أو المنظمة إلا عندما يعني يكون عندها مشكلة معينة، أو يكون عندها يعني، أو حصل شيء معين في السوق أدى إلى أنه لابد أن تنكمش. ومن هنا يعني أنه مسألة أنه كيف تقلص، كيف تخفض النفقات، كيف أنك أيضا يسموها حتى مسألة تصل إلى مرحلة التصفية، لأنه البليدينج يسموها الاستنزاف، الشيء اللي بيحصل منه استنزاف فإغلاقه ربح. يعني واضح كيف في الوضع؟ لما أقول لك هذا الشيء مستنزف، استنزفك بخسائر،
أنت عندما تغلقه أنت أصلا بتربح. كيف يعني تربح؟ معناه أنك أنت إذا أغلقت الاستنزاف معناه أنه ربح، معناه أنك ما على الأقل ما خسرتش، ما خسرتش أموال. فالانكماش أو الاستراتيجية الدفاعية هو هذا يعني اللي ما نسميه، مسألة أنه يا إما تخفض يا إما تقلص يا إما تتحول، تعمل تحول، يا إما تتجرد أو تجرد بعض المنتجات أو تقلل بعض المنتجات، أو إنك تقوم بإيش؟ بإعلان التصفية الكاملة أو الإغلاق الكامل لمصنع معين. يعني بعض الشركات تكون عندها خطوط إنتاج، عندها مثلا خط إنتاج في البسكويت، عندها خط إنتاج في الشوكولاتات، وعندها خط إنتاج في نسميها المقرمشات، في كذا كذا. فيجي يشوف واحد من هذه الخطوط، أقول خلاص أنا حقلص خطوط المقرمشات ولا خط العصائر أو خط ما نسميه مثلا. يعني جاءت حملة تسويقية كبيرة جدا أو حملة دعائية كبيرة جدا ضد المشروبات الغازية مثال يعني، والمنظمات الصحية ومنظمات المجتمع المدني، وحصل يعني توعية كبيرة جدا وهذا قد لا يحصل، يعني توعية كبيرة جدا للمجتمع بأضرار المشروبات الغازية وأضرار الكذا والكذا. فعلا حصل أنه وعي مجتمعي كبير، منعت هذه المشروبات من استخدامها في المدارس، منعت من استخدامها في المطاعم، منع من تقديمها في الأسواق، منعت من تقديمها في كذا. حصل وعي مجتمعي كذا. هذا الوعي أدى إلى أنه مسألة الشركة اللي كانت تبيع يعني أموال ضخمة أصبحت الآن لابد أن تفكر في مسألة الانكماش، كيف أنها تنكمش. يا إما أني تصفي مباشرة هذا الخط الإنتاجي المشروبات الغازية وتلجأ إلى المشروبات السوفت درينك الناعمة اللي هي سوفت درينك يسموها، أو وتقفل المشروبات الغازية. تمام، هذا ما نسميها باستراتيجية الانكماشية أو الدفاعية. طيب اللهم صل على رسول الله. ندخل في مسألة الاستراتيجيات اللي هي المرتبطة على مستوى القطاع، وهذه يسموها استراتيجية قيادة التكلفة. استراتيجية قيادة التكلفة تقريبا تعتبر من أهم الاستراتيجيات. لماذا استراتيجية التكلفة من أهم الاستراتيجيات؟ القيادة في التكلفة أنه تقوم على مبدأ أنه كيف أستطيع أوصل منتجي وسلعتي وخدمتي بسعر منخفض للمستهلكين مقارنة بالمنافسين. بس بشرط، هنا بشرط رئيسي وأساسي، إننا ما ألعب في الجودة ولا ألعب في الخدمة. واضح كيف فكرة؟ انتبهوا في هذه النقطة. استراتيجية القيادة في التكلفة اللي يسموها low cost strategy، حتى يقولوا low cost leadership strategy، يعني القيادة في التكلفة، معناه إنه أنا استطعت تحت ظل ظروف معينة، تحت استغلال الموارد تبعي، تحت استغلال ما نسميها أو رفع الكفاءة والفاعلية للعمل عندي، واستطعت أننا في مسار معين من المسارات أن أحقق فيه تميز ساعدني في أننا أقلل التكلفة. كيف يعني مثلا أقلل التكلفة؟ أنه المفروض هذا المنتج يصل إلى 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 إلى, إلى يد المستهلك ب10 ريال. تمام، أنا خفضته ووصلته إلى ب8 ريال. المنافس الثاني هو الأصل أن قيمته تصل ب10، المنافس الثاني لصناعة هذا المنتج ما يستطيع يقلل هذه التكلفة، لأنه إذا قلل التكلفة حيخسر. فأنا هنا أسمي نفسي إن أنا استخدمت استراتيجية القيادة في التكلفة. القيادة في التكلفة إن أنا أوصل المنتج هذا أو الخدمة بسعر منخفض للمستهلكين، تمام، مقارنة بالمنافسين. تمام، فهذا هذه النقطة في غاية الأهمية. يعني مثلا لما نقول DHL ومنافس آخر، DHL في فيدكس المنافس الآخر، فيدكس مثلا عندها تمتلك شبكة الطيران داخليا، شبكة الطيران الداخلية تبعها، بمعنى أنه بتستخدم هذا المسار التسويقي أو المسار التوصيلي أو مسار التوزيع
عن طريق كذا، فتخفض كلفة التوصيل. فالمستهلك يفضل أنه يرسل عبر فيدكس بدل أنه يرسل عبر دي اتش ال مثلا، هذا كمثال. فإذا هنا التنافس، استراتيجية التنافس لابد، وهذه من أفضل، ربما تكون من أفضل الاستراتيجيات، استراتيجية القيادة في التكلفة. منتج متميز وبسعر مناسب ينافس المنافسين، بسعر ينافس المنافسين، لأنه إذا خفض المنافس وباع بسعرك هو يخسر تماما يعني. تمام. وفي حاجة يسموها الديفرنشيشن استراتيجي أو استراتيجية التميز. هذه الاستراتيجية أنه عندك سلعة أو خدمة بأنها يسمى very unique، يعني مميزة، وهذا التميز في السلعة أو في الخدمة يعطي المؤسسة أو الشركة أن تفرض السعر الأعلى من السعر المتوسط في الصناعة. واضح كيف الفكرة؟ يعني مثلا انه انا عندي، صح ان احنا في صناعه التلفونات او في صناعه السيارات او في صناعه الادويه او في صناعه كذا، لا انا عندي هذا المنتج، او في صناعه الملابس او في صناعه وات ايفر يعني، بس هذا المنتج حقي فيه ميزه تنافسيه، فيه متميز عن المنتجات الاخرى. هذه التلفونات كلها في سوق التلفونات، عندي انا حق التلفون ميزته الأساسية والرئيسية أنه بجودة كاميرا عالية جداً. أوكي، هذه الميزة اليونيك اللي بعتها في حقك المنتج جعلتك تتميز وترفع سعرك بالطريقة اللي تراها أكثر من السعر المتوسط في إطار الصناعة. يعني مثلاً قد يكون عندك في صناعة السيارات، عندما يتكلموا عن فولفو يسموها سيارة الأمان، سيارة الأمان، أقول لك أنا حقي متميز السيارة بالأمان، فيها مستوى عالي من الأمان، تسوق وأنت مطمئن. أوكي، معناه أنا ممكن أطرح ميزة رئيسية وأساسية أو سعر منافس على هذه الميزة لأنها ميزة يونيك. وقد أيضا استراتيجية التميز في مسألة الساعات مثلا، استراتيجية التميز أنه أنا حق المنتج، صح في الساعات مثلا، أن المتوسط الساعات تكون يعني بألفين دولار، ثلاثة ألف دولار، تمام. لكن عندما تأتي ساعة معينة توصل إلى حد ثلاثين ألف دولار، مئة ألف دولار يعني مثلا. أيش اليونيك فيها؟ لأنه يقول لك اليونيك فيها أننا أصنع هذه الساعة صناعة بيدي يدويا، قد تأخذ مني الساعة هذه تأخذ مني سنة كاملة في صناعتها يدويا، مثل ما بيحدث في الرولكس والأوميجا وغيرها من أنواع الساعات المختلفة. فهذا يسموه استراتيجية إيش؟ التميز. طيب، اللهم صل على رسول الله. ومسألة التركيز أو استراتيجية التركيز على التكاليف أو استراتيجية التركيز على 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 مسألة التميز. طيب، فالاستراتيجية الدولية مثلا التصدير، استراتيجية الترخيص، هذا اللي يسموها إنه تأخذ إنك تكون فرانشايز مثلا، أو ما نسميها إنك تكون إيش، فرانشايز، فرع لشركة دولية عالمية، أو أن تفتح فروع، أو أن تمتلك أنت ما نسميها الحصري، أن تكون أنت الموزع الحصري، أيضا ما نسميها بمحافظة الاستثمار. عندنا أيضا تحالفات استراتيجية، نحدث تحالفات استراتيجية بين شركات على مستوى الإقليم أو على مستوى الدولة أو على مستوى يعني القارة نفسها، بيحدث نوع من التحالفات في هذه الشركات. الآن حندخل في الوحدة الثامنة، وهي الأساليب الفنية في تطوير الاستراتيجيات البديلة. هنا عندي كيف أننا أطور الاستراتيجيات البديلة، بناء على إيش ممكن أطور الاستراتيجيات البديلة. هنا عندي ما يسموها مصفوفة تحليل عناصر القوة والضعف. هذا نقطة في غاية الأهمية. يعني إيش؟ مش إحنا عرفنا أنه عندنا الاسوات اناليسيس، ايوه يسموها الاسوات اناليسيس، هذا النموذج يسموه اسوات اناليسيس المطور. ايش يعني المطور؟
انه اقوم اعمل من اجل ان اطور في استراتيجيتي او اتخذ الاستراتيجيه الملائمه او المناسبه، اقوم اعمل هذا النموذج. ايش النموذج هذا؟ انني ازاوج بين كل نقطه قوه وبين كل فرصه، بين كل نقطه قوه وبين كل تهديد، ان ازاوج بين نقاط الضعف وازاوج بين الفرص، ان ازاوج بين نقاط الضعف وازاوج بين التهديدات، واشوف اي نوعيه الاستراتيجيه اللي ممكن انا اتخذها في هذا المجال. فمثلا عندما اضرب الان الفرصه في نقطه القوه حتعطيني استراتيجيه القوه والفرصه، عندما اضرب الفرصه في نقطه الضعف حتعطيني استراتيجيه الضعف والفرص، عندما اضرب التهديدات في نقطه القوه حتعطيني استراتيجيه القوه والتهديدات، عندما اضرب التهديدات في نقاط الضعف حتعطيني استراتيجيه التهديدات والضعف. وحنضرب كم مثال في هذا الجانب. مثلا عندي فرصه، عندي نقاط القوه داخل المؤسسه. انا تكلمنا وحذكركم بما تكلمنا انه عندما نحلل البيئه قلنا عندنا تحليل البيئه الداخلي وتحليل البيئه الخارجي. تحليل البيئه الداخلي ينقسم الى قسمين رئيسيين، نقاط القوه ونقاط الضعف، باعتبار ان نقاط القوه هي النقاط المسؤوله عن تميزك، عن نجاحك، عن تحقيقك لاهدافك، عن الوصول الى 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 ما تريده وما ترغبه. ونقاط الضعف هي الاشياء المسؤوله عن اخفاقك، عن فشلك، عن تراجعك، عن انكماشك، عن ايضا عن عدم تحقيقك لاهدافك وطموحاتك. فاذا هذه نقاط القوه ونقاط الضعف هي نقاط مرتبطه بالمؤسسه، داخل المؤسسه يمكن التحكم فيها. لكن النقاط خارج البيئة، خارج المؤسسة، تسمى نقاط خارجية أو ما نسميها البيئة الخارجية. من متى تتكون البيئة الخارجية؟ تتكون من الفرص والتهديدات. الفرص، ما هي الفرص؟ هي الأشياء التي تمنحها البيئة الخارجية، وإذا اقتنصت هذه الفرصة ممكن تتحول عندك إلى إيش؟ إلى نقطة قوة في صناعتك وفي كذا. والتهديدات أيضا عندما تكون أوير، واعي بالتهديدات الخارجية، يمكن من خلال هذه التهديدات أن تتجنب الوقوع، أو أن تكون عرضة للوقوع في مثل هذه التهديدات، والذي قد يمكن أن تؤثر في البزنس. وكيف أنك أيضا تستخدم نقاط القوة حقك في تخفيض مهددات، في تقليل المهددات، في مسألة أن تتجنب تأثير العاصفة التي ستأتي بها التهديدات. طيب في مثال واحد، أنا عندي نقاط القوة، عندي قسم البحوث والتطوير وقسم الهندسة قويين جدا. أنا أمتلك قسم بحوث وتطوير وقسم هندسي بكفاءة عالية وقدرات قوية ومواد ومعامل يعني عالية الجودة، هذا جيد. عندي أيضا نقاط قوتي في المؤسسة أو في الشركة أنه شبكة مبيعات وخدمات قوية جدا، هذا جيد. طيب إذا أنا في الشركة الآن عرفت نقاط قوتي وحددتها وقلت إنه عندي ثلاث نقاط قوية جدا، عندي شبكة مبيعات قوية، عندي قدرات ما نسميها تسويقية عالية، عندي خدمات قوية، عندي إمكانات في الإنتاج والأتمتة فعالة جدا، عندي قسم بحوث وتطوير وهندسة يعني واو، تمام. أجي أشوف الفرص، إيش الفرص الموجودة؟ قال والله إن السوق هذا سوق الأثرياء المتنامي يحتاج إلى سيارات أكثر فخامة بخيارات عديدة. أوكي، معناها إنه عندي الهاي كلاس بيبل، سوق الأثرياء، الناس اللي عندهم هاي إنكم بيحتاجوا إنه نوع من الفخامة في أنواع السيارات. هذا جيد، درسنا السوق وشفنا إنه في هذه فرصة متاحة وفي طلبات عالية لتوفير سيارات مواصفات عالية، سواء في مواصفات الحماية، في مواصفات التصميم، في مواصفات الراحة، في مواصفات الأمان، في مواصفات اللكجري، يعني حاجة واو يعني، تمام. وفي عروض جذابة لبناء مصنع تجميع في الولايات المتحدة، واو شيء جيد. ويحتاج يعني أنه هذه الشركتين اللي هي أمريكان موتورز إلى محركات صغيرة، أوكي جيد. إذن أنت إيش حتعمل؟ قال استراتيجيتي في هذا الجانب أننا أطور وإنشاء خط متعدد المنتجات بخيارات متنوعة في الشرائح السعرية المختلفة على فئات يعني
الفئة يعني الفئة الأولى ولا سواء كانت في الفئة فاوان هذه اللي هي ما نسميها الفرصة الأولى، مع نقطة القوة واحد ومع نقطة القوة اثنين، حستغل القوة نقطة القوة واحد ونقطة القوة اثنين في أننا أقتنص الفرصة رقم واحد، تمام؟ أنه معناها أنا حتطور وأنشأ خط متعدد المنتجات بخيارات متنوعة في الشرائح السعرية المختلفة، وأنه أركز على إيش؟ على يعني على مثل هذه المنتجات. طيب في الثاني بيقول أنه في عروض جذابة لبناء مصنع، أوكي؟ هذا معناها اثنين. أي نقطة قوة حيستخدمها؟ حيستخدم نقطة القوة واحد ونقطة القوة الثانية، معناها أنه ممكن أنا أبني مصنع للتجميع مع توظيف قسم البحوث والتطوير وقسم الهندسة وخبرة الإنتاج والأتمتة. إذا أنا ما دام عندي أنا قدرة في إنه في هناك مجال في إن أنا أبني مصنع، وفي عروض جذابة من قبل هذه الولاية أو من قبل هذه الدولة في تخفيض الضرائب وفي منح أرض مجانية لبناء هذا المصنع، وفي تسهيلات بنكية عالية كبيرة جدا وذات فائدة منخفضة وكذا وكذا، وأنا عندي مصنعي، عندي قسم بحوث، عندي شبكة، يعني عندي إمكانيات إنتاجية عائلية وكذا، ليش ما أنا أقوم وإيش وأبني المصنع، تمام؟ أو في نقطة ثانية إنه هذه كرايسلر وأمريكان موتورز يحتاجوا محركات صغيرة، فأنا حستفيد من نقطة القوة الثالثة حقي اللي هي إمكانية إنتاجية وأتمتة فعالة في أني أصنع لهم محركات لصالح هاتين إيش الشركتين. وضح كيف الفكرة؟ فأنا هذه نسميها نقطة الفرص ونقطة إيش نقاط القوة، كيف أحصي الفرص الموجودة وأحصي نقاط القوة الموجودة. يعني مثلا إذا قربنا الفكرة أكثر، كما ذكرت من الفرص المتاحة عندنا إذا إحنا بنشتغل في الجانب التعليمي، أنا والله أنا مدرسة انترناشونال سكول، أنا مدرسة عندي من الحضانة أو من التمهيدي من الكيجي من كيندر جاردن حتى الهاي سكول، تمام؟ أنا شفت إنه المجتمع الآن في المجتمع السعودي فتحت يعني التسهيلات أمام المرأة للعمل، فازداد العمل قطاع العمل في 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 في, في القطاع النسائي بشكل كبير وبشكل مضطرد. معناها ان الام العامله المراه العامله حتحتاج من يرعى ابنائها الصغار اللي في تحت سن الدراسه، معناها هذه المعدلات حتكون معدلات كبيره جدا. ماذا يعني ذلك؟ يعني اني في فرصه، انا عندي الطاقم التدريسي، عندي الطاقم التدريبي، عندي المنهج، عندي الخبره والقدرة والكفاءة موجودة عندي. إذا ماذا أريد؟ ممكن أصنع الآن براند للكيجي للكندا جاردن، أغطي فيها منطقة الرياض بالكامل، أو مش منطقة الرياض بالكامل، ممكن أقول 20% أو في المناطق يعني الأكثر يعني مناسبة أو ملائمة لفتح الكنتا جاردن، خلاص فأروح أعمل هذا المسمو وأقوم بالاستراتيجية إن أنا أستخدم نقاط قوتي في والفرصة المتاحة التي أوجدتها الدولة في أنه وظيفة المرأة وفي مسألة أنه كذا. حتى مثلا لو ما فتحت الدولة في مسألة قيادة المرأة للسيارات، إذن كان من أول ما في إلا مدارس قيادة السيارة للرجال، أنا ممكن أفتح الآن مجال آخر إنه أفتح مدارس لقيادة النساء، هذا اللي يتعلم القيادة يعني، فهذا فرصة متاحة وأنا عندي خبرة، أنا أصلاً بنقدم مدارس تعليم في تعليم القيادة للسيارات للرجال، فأنا الآن افتح لي سوق جديد ممكن أستغله بحكم إنه عندي أنا القدرة والمؤهلات فأفتح في هذا الجانب. فهذه ما نسميها مزاوجة نقاط القوة بالفرص المتاحة. طيب كيف أزاوج نقاط الضعف بالفرص المتاحة؟ يعني أنا عندي نقاط الضعف الموجودة عندي الاعتماد الأكبر على منتج واحد بالرغم من وجود العديد من المنتجات الأخرى الأقل نجاحا، أنه عندي ارتفاع التكاليف، تمام؟ فأنا في مصنعي في ألمانيا وارتفاع التكاليف عالية جدا هنا في ألمانيا، فهذه نقطة ضعف بيجعلني إنه المنتج تبعي منتج غالي وهامش الربح بيكون هامش منخفض، ليس يعني العائد في الاستثمار أو العائد في الربح العائد كذا ما بيكونش عالي جدا.
في خبرة قليلة بالنقابات العمالية الأمريكية في حال بناء مصنع هناك، قلة الخبرة يعني ما عنديش خبرة في إن بالنقابات العمالية كيف الفعاليات العمالية، كيف ما نسميها منظمات الضغط الاجتماعي وكذا وكذا. في استراتيجية الضعف والفرصة إننا أنشئ موديلات متوافقة مع الشرائح السعرية المختلفة لفئات الأودي، سيارات الأودي هذه تمام، مثلا سيارات الأودي الفرصة واحد مع نقاط الضعف واحد، فأننا معناها أنشئ موديلات متوافقة مع هذه الشرائح السعرية. أننا من أجل مواجهة ارتفاع التكاليف في ألمانيا يتم بناء مصنع في الولايات المتحدة مع توظيف مديرين أمريكيين ذوي خبرة في التعامل مع النقابات العمالية. إذن ما دام في فرصة في فتح مصنع في الولايات المتحدة الأمريكية وأنا كان مصنعي في ألمانيا، وهذا اللي بتقوم به الشركات لعلمكم، يعني الشركات الآن بتقوم بهذه الاستراتيجيات. يعني مثلا أبل اليوم أكبر شركة أمريكية لكن كل صناعاتها في الصين، صناعة الأبل في الصين، بتصنع في الصين. لما تفتح تلفونك الأبل تشوف ميد إن تشاينا تمام. في لماذا تشاينا؟ لأنه في تشاينا مثلا القوى العاملة بسيطة، يعني الأجور قليلة، المناخ الاستثماري قليل، معدل الضرائب أقل من الولايات المتحدة الأمريكية كذا كذا. فإذا هذه الفوائد وغيرها جعلتني أنه هذه نقاط يعني ضعف أو تهديدات موجودة في السوق الأمريكية أن أنتقل بمنتجي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. واضح؟ فإذا هذه ما نسميها باستراتيجية كيف أطور استراتيجية بديلة من خلال مزاوجة نقاط القوة بالفرص، مزاوجة نقاط الضعف بالفرص، مزاوجة نقاط القوة بالتهديدات. تمام. علشان بس ما نطولش أكثر وندخل في 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 موضوع آخر، يعني هنضرب مثال أيضا على استراتيجية نقاط القوة مع التهديدات. ممكن مثلا من التهديدات انخفاض قيمة الدولار المارك الألماني، وعندي أيضا شركة التصنيع اليابانية والأمريكية المنافسة، عندي أيضا نقص الوقود وانخفاض الأسعار، هذه من التهديدات. طيب عندي نقاط القوة حق الثلاث اللي ذكرناها آنفا أو سابقا، فما هي؟ كيف ممكن أقول تقليل تأثير انخفاض سعر الدولار عبر بناء مصنع في الولايات المتحدة؟ ما دام يعني أنه تأثير انخفاض سعر الدولار، إذن أنا أفكر في أننا أبني مصنع في الولايات المتحدة، أننا أواجه منافسة عبر تكنولوجيا التصميم المتقدمة في فئة زايد، فأستخدم اللي هي التهديد رقم 2 والتهديد رقم 3، أقابله بنقطة القوة 1 بنقطة القوة 2، تحسين استهلاك الوقود عبر نظام حقن الوقود وتطوير كفاءة الوقود في محركات الديزل. هستخدم التقنية أو التهديد الثالث، هستخدم مقابله نقطة القوة الثالثة باعتبار أنه عندي إمكانية إنتاجية وأتمتة إيش فعالة، وهكذا يحدث التزاوج. بعدين تطور من استراتيجيتك، ممكن بعدين تستخدم القرار أنه أفتح سوق في الولايات المتحدة الأمريكية، أفتح مصنع هناك في الولايات المتحدة الأمريكية، أقدم مثلا خدمات أو يعني محركات معينة لهذه السيارات، لموديلات هذه السيارات أو كذا أو كذا. فهذه ما نسميها بالمزاوجة بين كيف تطور الاستراتيجية. هذا على مستوى عالمي، وأنت على مستوى المنظمة، على مستوى يعني على مستوى المنطقة، على مستوى الدولة، على مستوى الإقليم، ممكن أن تستخدم هذه الصوت أناليسز في تطوير استراتيجيات معينة. يعني مثلا في الآن مثلا مسألة الأونلاين، الآن الجامعات الآن أصبحت تقدم برامج يعني سواء كانت برامج البكالوريوس أو حتى البرامج البوست جرادويت، قد يكون الماستر، البي اتش دي، عبر إيش؟ الأونلاين. أصبح يعني مسألة أنه حتى أصبحت شهادتها معتمدة، أصبح التعامل معها تعامل يعني رسمي كذا كذا. فإذا هذه فرص موجودة، فتأتي المؤسسات التعليمية أو المنظمات الأخرى أو كذا، كيف تستطيع أنها إيش تطور من هذه الأداءات. يعني أتذكر واحد كان درس في مدرسة لغة إنجليزية وكان يعطى راتب مثل الرواتب الأخرى، فكر أنه ينتقل أونلاين، أصبح يعني يكلمنا يقول أنا أدخل الآن يعني 3 أضعاف أو حتى 4 أضعاف ما كنت
يعني يستلمه من المدرسة. ففي فرص بعض الأحيان عنده نقطة قوة، عنده لغته الإنجليزية عالية، عنده مهنية في التعليم، عنده قدرات تكنولوجية عالية في استخدام التكنولوجيا، عنده يعني في طرق التدريس، في كذا في كذا، هذه نقاط قوته. السوق منحه فرصة أنه يمكن أن يستخدم الأونلاين بلاتفورم في أنه يصل إلى المستهلكين أو المستخدمين أو حتى إيش المستهدفين من الطلاب، مش فقط من الدولة اللي هو فيها، حتى من الدول يعني من دول مختلفة حول العالم يعني. تمام، حياكم الله. ندخل في مصفوفة يسموها من أشهر المصفوفات، اللي هي مصفوفة مجموعة بوسطن. وهذه المصفوفة في الحقيقة تنقسم إلى 4 أقسام. يعني القسم يعني يسموه الأفقي، المرتبط بالماركت شير، بالحصة السوقية، وفي الماركت جروث. ومقسمين لها إلى 4 أقسام. يعني أول سوق يسموه اللو، اللي هي عندك الماركت جروث، فيه لو منخفض، وعندك الريليتيف ماركت شير عالي جدا، هذه يسموها البقرة الحلوب، كاش اللي هي يسموها البقرة الحلوب، يعني الكاش كاوز يسموه البقرة الحلوب، كاش كاوز. تمام، وحنشوف ايش هذه الاستراتيجية حقها. وعندنا حاجة ثانية اللي هي نسميها الهاي شير ماركت، الحصة السوقية عالية وفي نمو عالي، هذا يسموها النجوم، الستارز، هذه النجوم. في عندنا ما نسميه باللو ماركت شير، انه الحصة السوقية منخفضة لكن في جروث عالي. فهنا علامة استفهام فيه، يسموه الكويتشن مارك. الكويتشن مارك هنا هل كيف يمكن أن أنقل هذه المنتج من كونه في هذا المربع إلى أنه يصبح في النجوم؟ يعني هنا السؤال يأتي، يعني question mark، هل أن أستطيع أنقل هذا المنتج من هذا التهديد اللي ممكن قد يصاب به إلى أننا أنقله إلى الهاي، إلى النجوم؟ وفي عندي اللي هو آخر مربع يسمى مربع low growth واللو شير، يعني نمو بطيء وايضا اللو جروث، عفوا، وحصه سوقيه ضعيفه. هنا يسموه البزنس، هنا شود بي كلوزد، يعني هنا لابد انك تتخلص منه. تمام، ليش؟ لانه اصبح يسموها في الدوغ، الكلب، يعني ليش الدوغ؟ يعني بس نباح على الفاضي، يعني خلاص خذوه، ما فيش أي إمكانية لا في نمو ولا في هنا بليدنج، يعني في استنزاف في هذا الجانب في هذا السوق. فهنا لذلك يسموه بهذا الشكل. وهذه طبعا من أكثر تستخدم هذه في تطوير الاستراتيجيات. فكما ذكرنا، إذا زدنا وضحنا أكثر في هذا الجانب، أنه مصفوفة مجموعة بوسطن اللي بتتكون من 4 خلايا. الخلية مثلا، إذا تكلمنا عن خلية علامات الاستفهام كخلية أولى، اللي فيها يعني حصة سوقية منخفضة، إلا أنه يعني المنتج هذا ينافس في صناعة ذات معدل نمو مرتفع. وهنا يعني يأتينا تساؤل، مثل هذه الشركة هل لديها قدرة، يعني الشركة الآن في وضعية أنه قد تكون لها قدرة قليلة لتولد وتوفر نقدية، بينما تكون حاجتها للنقدية عالية جدا. تمام، فهنا يأتي السؤال، هل أنه أستمر أو أنه إيش يعني أوقف في هذا المنتج؟ أما أنك تتبع استراتيجية توسع مكثف من خلال أنك تخصص موارد أكثر من أجل أنك تنفذ في السوق وتنمي المنتج، أو تصفي هذا القسم أو المنتج تماماً، في ذلك يقولوا question mark. يعني إما أنك تستمر، أنك تستثمر أكثر في هذا المنتج أو من أجل أنك تخترق السوق بصورة أكثر. فهي هنا لابد أن تختار الشركة أحد البديلين، إما أنها تصفي هذا القسم أو المنتج تماماً، تصفيه، أو أنها تستثمر فيه، تخصص موارد أكثر من أجل أنها
تنفذ بهذا المنتج للسوق، او تنمي المنتج او تطوره او تحسنه من حيث بحيث انه تنقله الى مربع النجوم. طيب، مسألة النجوم اللي هو يعني الاوبتيمال، الصورة المثلية المثالية اللي للمنتج، وهي اللي تمثل افضل فرصة للمنشأة سواء في المدى البعيد من ناحية النمو ومن ناحية الربحية. في نمو وفي ربح، هذا اللي تطلبه كل شركة وتطلبه كل منتج ويتطلبه كل ايش، كل خدمة. فهنا في مثل هذه الحالة يجب المنتج هنا ان يتلقى مزيد من الاستثمارات، مزيد من التحسين، مزيد من التطوير، مزيد من اجل ايش، انك تحافظ على وضعه، وان تزيد من سيطرة هذا المنتج في السوق. وتعتبر هنا مسألة، لو تذكرتم استراتيجية التكامل الرأسي للأمام أو للخلف، أو التكامل الأفقي، مسألة أنك تنمي السوق، توسعه، تخترق أكثر، تنفذ للسوق بشكل أقوى، استراتيجيات مناسبة في هذه الحالة. ليش؟ لأنه عندك نمو عالي وعندك يعني الشير ماركت موجود أيضا. فإذا هنا لابد أنك تحسن هذا المنتج، تعمل استراتيجية تكامل رأسي للأمام أو للخلف، أنك تأمن موارد أو تؤمن شبكات التوزيع تبعك. تمام. البقرة أو ما يسموها الكاش كاوز، هذه يعني اللي هي هذه المنتج في هذا المربع الكاش كاوز تميز، يعني تتميز هذا المنتج بموقف تنافس نسبي، ولكنه تنافس في صناعة ذات معدل نمو منخفض، ما فيش نمو مرتفع في هذا، لكن يعني شوف دائما في الحقيقة لو ما تلاحظوا أنه المنتجات التي كانت ستار، إذا ما حاولش الإنسان أنه يطورها ويحسنها ويأمن مواردها أو يؤمن شبكات التوزيع تبعها، ممكن أن تسقط إلى إيش؟ إلى أن تكون كاش، يعني كاش كاوز، أن تكون بقرة حلوب. تمام؟ ما هو المهدد للبقرة الحليب هنا؟ هي ربحية، تمام؟ تحقق فائض من النقدية يزيد عن حاجتها إليه، يعني في مسألة الربح في ربح، ولذلك هذا الربحية الشركة أو الإدارة أو مجلس الإدارة لابد أن يحافظ على وضع هذا أكبر وقت ممكن. من الاستراتيجية المناسبة لهذا المربع هي استراتيجية التطوير، التنويع المركز بالنسبة للقوي منها أو الضعيف منها، فإن الأكثر منافسة أنه للمنتجات الضعيفة التخلص منها عاجلا أو آجلا. والأبقار المدرة هذه للنقدية ستصبح كلاب في الغد في الأغلب. واضح كيف الفكرة؟ انتبهوا يعني في هذه النقطة، انه لانه لو تذكروا انه في كاش كبير بتدفعه لكن ما فيش نمو، تمام؟ ما فيش نمو، لكن في حصة سوقية عالية، الحصة السوقية العالية لكن ما فيش نمو في هذا. ربما يحصل ينتقل هذا المنتج او هذه الخدمة من كونها بقرة الحلوب الى كونها ايش، مربع الدب الكلب التي يجب أن نتخلص منها. أما المشكلات اللي نسميها الدوت، هذه الخلية أي منتج فيها معدل نسبي منخفض ومعدل نمو منخفض أو منعدم، هذا الموقف ضعيف جدا سواء كان داخليا أو خارجيا. هذه الأقسام أو هذه المنتجات لابد أن يتصفى ولابد أن يتخلص منها، سواء تبيعها لغيرك أو تتركها تتهاوى وتستفيد بأقصى ما يمكن الاستفادة به منها دون أي نفقات إضافية، ما تستثمرش فيها خالص، وممكن أن تخرج من السوق. يعني السوق لابد أن أو أن تخرج من السوق مثل هذه الأقسام التي تمثل يعني في هذه الحالة هدر، وقد لا يعود على الشركة بأي فائدة. تمام. فهذه ما نسميها مصفوفة مجموعة بوسطن، أربع مربعات، ولا بد أن تحدد أين منتجك وأين خدمتك في أي مربع من هذه المربعات. وكما ذكرت قد تستفيد من وجودك في البقرة الحلوب لأنها بتدر عليك نقدية في أنك تستثمر منتجات أكثر وتوصلها إلى الستارز.
أما المنتجات اللي موجودة في مربع الكاو، عفوا الدوز، you have no you have to get rid of it، لابد أنك تتخلص منها تماما، cut off، وقفها كذا، تمام. هذه يسموها استراتيجية الإيش، واحدة من الاستراتيجيات في تطوير الاستراتيجيات البديلة. طيب الآن ندخل في الخيار الاستراتيجي. طيب في مسألة الخيار الاستراتيجي، يقصد بالخيار الاستراتيجي عملية اختيار بديل أو أكثر من بين البدائل الاستراتيجية التي تم استحداثها أو توليدها باستخدام أدوات تحليل التي تشمل مصفوفة SWOT Analysis، مصفوفة PCG اللي هي البوستن، آخذ في الاعتبار أيضا بعض المعايير النوعية مع مراعاة أن يحقق كل بديل الأهداف المقصودة. إذن أنا الآن خرجت بخيارات بديلة، طورت الخيارات البديلة، الآن ما هو أفضل خيار أننا أختار من أجل من بين هذه البدائل الاستراتيجية؟ أنا طورت بدائل استراتيجية متعددة، الآن كيف أستطيع أن أختار البديل المناسب؟ عندنا مثلا استراتيجية المحافظة، تمام؟ الاستراتيجية اللي هي تتكون من WO، اللي قلنا WO الأوبورتونيتي والويكنسز. هنا إذا اجتمعت الأوبورتونيتي والويكنسز، هنا لابد أن يكون عندي استراتيجية المحافظة. كيف أستطيع أن أحافظ على منتجي في 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 بأفضل حالاته، ومن أجل النائش يعني ما أخسرش أكثر. عندي هنا وقد تكلمنا عليها في بعض الاستراتيجيات، اللي هي عندما تجتمع نقاط القوة مع الأوبورتونيتي، الإس مع الأو، النقاط القوة الاسترينث مع الأوبورتونيتي، هنا تكون عندي الاستراتيجية الهجومية والتوسعية. كيف استراتيجية هجومية؟ عندك نقاط قوة وعندك إمكانيات عالية السوق بتمنحك إياها، فأنت هنا لابد أنك إيش تتوسع عن طريق تحسين المنتج، أو تتوسع عن طريق التوسع، توسيع الأسواق جديدة، أو منتجات جديدة. فهنا لابد أنه تأتاك، يسموها أتاك استراتيجي، أو يعني to expand استراتيجي، كيف تتوسع. طيب هنا الاستراتيجية التنافسية، عندما يكون عندك الاس مع التي، الاس اللي هي قلنا السترينث، اللي هي نقاط القوة مع الثريت، هنا تسمى الاستراتيجيات التنافسية. الاستراتيجية الدفاعية، عندما يكون تجتمع عندك الدبليو مع التي اللي هي الويكنسس مع الثريت، هنا لابد يكون عندك استراتيجية دفاعية. كما ذكرنا من الاستراتيجية الدفاعية، يا إما التريث، يا إما مسألة أنه يعني المحافظة على ما هو موجود أو كذا، تمام، أو ربما الانكماش كاستراتيجية دفاعية، أنك تستخدمها، أنك تنكمش. هذه واحدة من الأشياء اللي ممكن واحد يصل إلى الاستراتيجية المناسبة. طيب هذه يسموها factor affecting strategy choice، يعني ما هي العوامل اللي قد تؤثر في اختيار البديل الاستراتيجي. واحدة منها الـ environmental، الأشياء البيئية الموجودة المحيطة. عندك in-house forces and managerial power relation، اللي في داخل المؤسسة نفسها، ما هي القوى، كيف الباور الموجودة في المانيجيريال باور، يعني القوة الإدارية الموجودة، المانيجيريال اتيتيود، السلوك الإداري towards risk، هل عندك يعني ايش المانيجيريال اتيتيود، يعني السلوك الإداري، هل عندك انت في الهاي تيكرز ريسك بيبل، يعني كيف هاي تيكر ريسك بيبل. يقول لك مثلا بعض صفات الناس القيادات، انه بعض الناس ما عنده ابدا اتيتيود انه او سلوك في انه ياخذ هاي ريسك، دائما متخوف من الريسك. هذا للناس اللي دائما متخوفين من الريسك قد يؤثروا في اختيار الاستراتيجيه الملائمه. لكن عندما يكون عندك الطاقم الاداري او المجموعه الاداريه اللي تمتلكها المؤسسه، هذه يسموها هاي تيكر ريسك، انه ناس يحبوا المخاطرة، ومش يحبوا حب، الحب ما يكفيش، الحب يعني حب المخاطرة ما يكفيش قولا، لابد أن تنطلق إلى السلوك،
أنه لو ما تحب المخاطرة وأنك تدخل وتخاطر، لابد أنه يكون عندك قدرات عالية، لابد أنه يكون عندك قدرة تحمل عالية، عندك السكيلز المناسبة لهذه الريسك المحتملة، لابد أن يكون عندك أيضا التضحيات التي قد تخوضها في سبيل taking the risk من أجل تأخذ هذه المخاطر، سواء التضحيات على المستوى الشخصي، على المستوى الجماعي، على المستوى المالي، على مستوى مختلفة جدا لابد أن تأخذها. لابد أن تدرك حجم الضغوطات الكبيرة جدا التي ستنتجها مثل هذه الاستراتيجيات. لما تقول على الاستراتيجية التوسعية، عندما تتكلم عن استراتيجية اختراقات السوق، هذه تحتاج لك ناس يعني high risk people يعني. ولذلك بعض الأحيان عندما تسأل في المقابلات أو عندما تكتب في السي في تبعك، تقول أيام يعني إيش نسميها، I have the attitude of towards risk. I have high attitude towards risk. إنه أنا عندي attitude عالي إن أنا أخذ مخاطر أو أشتغل تحت كمية الضغوط العالية، أو إن أنا I take it as a challenge. Okay. أيضا influence of past strategy، تأثيرات الاستراتيجيات السابقة، يعني هذه أيضا بتأثر في الخيارات الاستراتيجية. قد الاستراتيجية اللي أخذت أخطاء في السابق ربما أثرت تأثير كبير على مسارات الشركة، على إنتاجية الشركة، على خدمات الشركة، على المنتج، على قدرته في السوق. فهذه التأثيرات حق إذا كانت إيجابية، تأثيرات إيجابية حتمنحك إيجابية أعلى في اختيار البديل الاستراتيجي المناسب. إذا كانت سلبية قد ما تعطيكش فرصة إنه تختار بدائل أخرى، أو العكس صحيح، ممكن الـ influence of past strategy إنك تقول قد جربنا هذه وخسرنا، إذا ما حنجربش هذه الاستراتيجية، لابد إن احنا نجرب استراتيجية أخرى أفضل في هذا الإطار. إنه ممكن استراتيجية التحالفات، ممكن أنتقل وأفتح سوق جديدة، ممكن إننا يعني طلع منافس جديد في الرياض، أيوة قال طلع منافس جديد في الرياض ومنافس قوي جدا، إذا أنا أنقل جدة، تمام، يسموها التحول، استراتيجية التحول. إذا انتقلت من هذا المكان، إذا أنتقل إلى جدة ممكن أستفيد أو كذا، أو ممكن أنتقل إلى مكة، ممكن أنتقل إلى المنطقة الشرقية أو ما إلى ذلك. طيب time dimensions of strategic choice، يعني مجالة الوقت، dimensions، هذا إيش نسميه dimensions، هل حي يعني في حيساعدك هذا time، تمام، في مسألة استراتيجية الاستراتيجية هذه، هل الاستراتيجية اللي تختارها حتتناسب مع time، مع الوقت تبعك، أو هذه استراتيجية طويلة المدى وقد تؤثر وقد تحتاج منك تمويل على سنوات، 5 سنوات قادمة، وأنت ما عندكش التمويل المناسب. إذن التايم هنا dimensions، هذا قد يؤثر تأثير كبير في اختيارات إيش، في اختياراتك في الاستراتيجية. reaction competitors of competitors، reaction of competitors يعني تفاعلات المنافسين أو ردود أفعال المنافسين، هذه قد تؤثر أيضا في اختيارك للاستراتيجية. يعني مثلا استراتيجية أصبحت استراتيجية هجومية أو استراتيجية انكماشية، شافوك انكمشت رفعوه من استراتيجية، أخذوا استراتيجية يعني مضادة لك في الانكماش، أنهم توسعوا أكثر، وهذا ربما يزيد الانكماش تبعك أكثر. أو أنت تريد تتوسع، هم قاموا بتخفيض تكلفتهم، فأنت التوسع هذا اللي أنت استثمرت فيه وقدمت فيه مال وكذا وكذا قد يعود بالخسارة عليك، لأنه هؤلاء خفضوا أسعارهم، فأنت تريد هامش ربح كبير مقابل ما أنفقته في التوسعات ومقابل ما مولته هذه التوسعات وكذا وكذا. فالرياكشن حق البيبول تبع المنافسين تبعك قد يؤثر تأثير كامل في الاستراتيجية. إذا وقت بتصيغ الاستراتيجية لا بتركز على هذه العوامل كلها، يعني مش معناه أن السوق ملكك أنت وحدك وأنه أنت اللي حتتصرف فيه كيف ما تشاء، لابد أنك تعرف ما هو الرياكشن حق الكومبيتيتورز تبعك،
يعني مثلا كما قلت لكم، هواوي المرة الأولى كانت أصبحت الرقم واحد في التلفونات على مستوى العالم. شوف الرياكشن اللي اتخذت عليه ضدهم المنافسين لهم اللي هي أبل الشركة الأمريكية، ولو مش عبر أبل لكن عبر الحكومة الأمريكية، استخدمت إنها إيش منعتهم وحرمتهم من التكنولوجيا، يعني تكنولوجيا السوفت وير او ما نسميها تكنولوجيا البرامج حق جوجل وما الى ذلك وما الى ذلك، حتى انها حجمتها وارجعتها الى نقطه الصفر. فاذا الرياكشن هي توسعت. شوفوا يعني مثال رائع هنا، يعني ممكن نستخدمه كمثال هنا، انه التوسع، الشركه امتلكت الخبره، امتلكت الموارد، امتلكت القوه، امتلكت يعني جوده المنتج، حسنت فيه، طورت فيه، عملت يعني بيج ايمج، يعني الصوره الذهنيه كانت موجوده لهذا المنتج، الناس تفاعلت مع هذا المنتج، فضلته، اصبحت يعني اصبح خيار رقم واحد عند يعني عدد من المستهلكين حول العالم، كذا 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 كذا. اذا توسعت الان وباعت وفتحت اسواق وسموها اجريسيف استراتيجي، يعني بشكل كبير وبشكل قوي، لكنها لم تأخذ في الاعتبار the reaction of competitors. What your competitors will react, how they will receive your extension, how they will react to your act. كيف سيتفاعلوا مع فعلك أنت، مع هذا النمو المتزايد والمضطرد والمتسارع، كيف سيتفاعلوا معك؟ هم أوقفوا هذا التسارع، وأوقفوا هذه سرعه القطار هذا اللي كان يعني يسير بسرعات خياليه، اوقفوه في مكان معين، وبدل ما كنت انت يعني استراتيجيه المحافظه ربما كانت افضل، او استراتيجيه النمو المستقر ربما كانت افضل لهذه الشركه انها تنمو وما تنافسش التنافس اللي يخيف المنافسين لها عالميا، والذي قد تلجا المنافسين العالميين لها بانهم ايش يتحكموا أو يضعوا العراقيل والباريرس والحواجز ويؤثروا في إيش في مسار الشركة وفي مسار منتجاتها، وقد يؤثروا تأثير كامل على مستوى إيش على المستوى المستقبلي لها. أيضا واحدة من المخاطر وهي availability of relevant information، يعني توفر المعلومات المرتبطة بهذا المجال، لأنه المعلومات مهمة جدا. قد ربما أنه أنت تبني على مسألة التوسع وأنت ما عملش دراسات حقيقية للسوق، وأن المعلومات اللي أنت وصلت لها ما كانتش معلومات دقيقة، ما كانتش معلومات رئيسية وأساسية، ما كانتش معلومات من مصادر موثوقة، ما كانتش بناء على دراسات يعني عميقة متمكنة ومهنية وقائمة على منهجية واضحة. فيعني كل هذه الأشياء قد تؤثر في إيش في 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 اختيار الخيار الاستراتيجي المناسب. طيب، تطبيق الاستراتيجية. الآن نصل إلى تطبيق الاستراتيجية. عناصر تطبيق الاستراتيجية: جدول أعمال برنامج تطبيق الاستراتيجية، ما هي الأعمال التي يجب تنفيذها الآن، ما هي الأعمال التي يتم تأجيلها، ما هي الأعمال التي تحتاج إلى وقت أكثر وعامل أكثر، ما هي الأعمال التي يمكن تفويضها. هذه مهم جدا. الآن بعد ما تريد تطبق الاستراتيجية لابد أن تقسم هذه التقسيمات وتعمل جدول أعمال للأعمال التي يجب تنفيذها الآن، التي يجب تأجيلها، ما هي الأعمال التي تحتاج إلى وقت أكثر عامل أكثر، ما هي اللي يمكن أن تفويضها. ولابد أن توفر هذه مجموعة العوامل الخارجية التالية: أنك توفر قادة تنظيميين يمتلكون مهارات وقدرات عالية، لأنه يا أخوة القادة في الأخير هم الذين يدفعون بالمؤسسة نحو النجاح. مسألة القادة هذه غاية في الأهمية، يعني بل هم العوامل الرئيسية للنجاح، بل هم يعني النقاط الحرجة في أي مؤسسة من المؤسسات. وجود قادة تنظيميين يمتلكون المهارة، يمتلكون القدرات العقلية، يمتلكون القدرات الفكرية، يمتلكون الخيال، يمتلكون التنبؤ، يمتلكون الذكاء الذي يمنحهم التنبؤ بقراءة المستقبل، أيضا الذين يمتلكون الاتيتيود، السلوك الناضج، الذي يمتلكون
المحفزات، الذين يخلقون الأمل، الذين يخلقون العزيمة، الذين يحفزون، الذين يصفقون، الذين يوفقون، الذين يعني يدفعون الآخرين نحو النجاحات. هؤلاء هم فعلا يعني القادة اللي تكتب على أيديهم النجاحات العالية. قد تعمل استراتيجيات، وقد تستفيد من شخصيات يعني من مراكز أبحاث، وقد تستفيد من معاهد استشارية، وقد تستفيد من جامعات تقدم الاستشارات الإدارية والاستراتيجيات، وقد تبني استراتيجية عالية ومتميزة، وسخت الاستراتيجية صياغة عالية الدقة وعالية الجودة، لكن لا يوجد قادة تنظيميين يمتلكون المهارة والقدرات العالية، أو قادة ذوي أفق محدود، وقادة يفكرون في أنفسهم أكثر مما يفكرون في الآخرين أو يفكرون في المؤسسة. قادة همهم الأول والأخير ما يكسبوه، لا ما يقدموه للآخرين. همهم الأول والأخير ما يدخل في جيوبهم في نهاية السنة المالية. هؤلاء القادة يعني كما ذكرت هم أساس العنصر الرئيسي والفاعل والأكيد في إجراء التحولات وفي قيام التحولات على مستوى المؤسسات وعلى مستوى حتى المنظمات وعلى مستوى حتى الدول. يعني فتوفير قادة تنظيميين هذا مهم جدا، ولذلك الاستثمار في 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 في, في البشر، الاستثمار في المواهب، الاستثمار في من نسميه في العنصر البشري، هذا في غاية الأهمية. عندما تستثمر في العنصر البشري أن تستثمر في المستقبل، عندما تستثمر في إيجاد قيادات فاعلة تمنحهم الفرص المختلفة، تعمل على تطوير إمكانياتهم، تعمل على تطوير مهاراتهم، تدخلهم في أجواء وتمكنهم وتفوضهم وتجعلهم يحتكون بالممارسات الإدارية ويخطئون ويحسنون وكذا وكذا، هذا في غاية الأهمية. تمام. إذن لا يكفي من صياغة الصياغة المتميزة للاستراتيجية، لابد أن نحن ننتقل لتطبيق الاستراتيجية، وعندما نطبق الاستراتيجية لابد أن تتوفر لدينا قيادة عظيمة، قيادة متميزة، قيادة حكيمة، قيادة مؤهلة، قيادة تحويلية، قيادة يعني حتى يسموهم servant leadership، قيادة خدمية، قيادة مدربة، قيادة تتقدم عندما يتأخر الآخرين ويتأخرون عندما يتقدم الآخرين، قيادة يعني تجده في كل مكان، تجده في المقدمة إذا أردت أن تراه، وتجده في المؤخرة إذا يعني رأيت أن تنظر إلى الخلف، تراه عن يمينك، تراه عن شمالك، تراه معك محفزا، مسددا، يعني باعثا الأمل في نفوس الآخرين، يعني يأخذ الإنتاج، ينظر إلى الإنتاج بعين، وينظر أيضا إلى العوامل الإنسانية بالعين الأخرى، يضع مصلحة العاملين أمام نصب عينيه، كما يضع البروفيت ويضع الريفينيو ويضع يعني الربحية البروفيتابيليتي في أمام يعني في العين الأخرى، لابد أيضا يشوف مصالح الشركة ويشوف مصالح العمال ويشوف مصالح المجتمع أيضا. طيب خلق مناخ جو تنظيمي مناسب، أكيد لابد أنه الانفايرمنت الداخلية مهمة جدا، لابد أنه يكون أنه عندي الكالتشر الداخلية، الثقافة التنظيمية، المناخ المحفز، المناخ الإيجابي، المناخ المعزز. لكن عندما يكون عندك استراتيجية كويسة وعندك كذا، لكن المناخ منفر، مناخ مزعج، مناخ مسموم، مناخ يعني تنافسي حاد، مناخ يمتلئ بالصراع، مناخ يعني يهبط العزائم، مناخ يقلل من الإبداع، يقلل من الإنتاجية، يقلل من الأفكار، يقلل من الأخذ الريسك، يعني إيش بالمناخ هذا؟ يعني ولذلك لابد من إيجاد مناخ مناسب، تنظيم مناسب. أيضا بناء تسهيلات جديدة، لابد أن تقدم تسهيلات جديدة، سواء تسهيلات مرتبطة بالعمليات، تسهيلات مرتبطة يعني بالموارد، تسهيلات مرتبطة بشبكات الاتصال، بكذا بكذا، بهذه الأشياء. إحداث التغييرات الإدارية الضرورية، أكيد، فأنت ما دمت أردت أن تتوسع لابد أن تحدث تغييرات
إدارية، والتغيير الإداري لابد أن يكون هدفه ليس التغيير في حد ذاته، ولكن يعني تغيير الإدارات بقدر ما هو هدفه إحداث التغيير الفعلي في للمنظمة، وفي من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف. شوف ناس أن تريد يعني مثال، يعني أنك تريد تحمل الشخص 30 كيلو وهو ما يستطيع يحمل 10 كيلو، فلا بد أنك أن تريد أن تحمله 30 كيلو، فلا بد أنك تأتي بالشخص اللي فعلا يستطيع أن يحمل 30 كيلو وكمان يحمل 40 كيلو. فأما أنه كما يقال دائما أنه تجريب المجرب خطأ وتصحيح المجرب خطأ مرتين، أنك تريد أن تجرب المجرب وقد جربته فأكيد المقدمات الخاطئة تؤدي إلى نتائج خاطئة لا شك. يعني أنت موظف عندك أو مدير عندك، يعني جربته في المرة الأولى وجربته في المرة الثانية وهو كذا، وصرت تغير الاستراتيجية وفعلت استراتيجية عالية الجودة وكذا وكذا، والمدير هذا كان نفسه موجود، فأنت يعني ضحيت بكل اللي قدمته ورميته يعني في كأنك رميته في مكان لا ما نقولش في الزبالة، يعني رميته في مكان مهمل. يعني طيب مراجعة خطة المكافآت والحوافز وربطها بحجم الأداء وبدرجة تحقيق الاستراتيجية. إذن هنا أنت أكيد بتطلب استراتيجيتك التوسعية، استراتيجيتك نمو سريع، استراتيجية تكاليف، اختراقات السوق، استراتيجية هجومية كما ذكرت. فأنت لابد أن يكون عندك الآن لابد أنك تربط المكافآت وتربط التعويضات وتربط الحوافز والبونس السنوي وكل هذا بالأداء، ما تربطوش بالدوام، ما تربطوش بساعات العمل، ولا تربطوا لابد أن تربطوا بالإنجاز. يلا مكافأتك كم حققت من التارجت، كم حققت من الأهداف اللي أنت عملتها، حققت من الأهداف بنسبة كذا إذا أنت لابد تستحق المكافأة الفلانية، أنت ما حققتش إذا أنت ما تستحقش حافز ولا تستحق مكافأة. يعني فأنت يعني تربط المكافآت، سلم المكافآت بما تقدمه من إنجازات، ما يقدمه العاملون والموظفون والمدراء بما يقدمه من إيش من أداء، وما وبنسبة تحقيقهم للاستراتيجيات. رسم السياسات، سياسات البوليسيز، هذه مهمة جدا، أنك ترسم سياسات واضحة داخل المؤسسة تتناسب مع الاستراتيجية الجديدة ومع كذا. إذا هذه الاستراتيجية الجديدة البوليسيز القائمة قد تعيق تطبيقها، فأنت لابد أن تعيد ري انجينيرينج إعادة هندسة السياسات، لابد ريفورمينج أنك تعمل عملية إعادة إصلاح لهذه السياسات، لابد أنه ري انفنت أنك لابد أن تعيد النظر في هذه السياسات وترسم سياسات تتناسب مع الاستراتيجيات. أيضا مسألة توزيع الموارد، هذه الاستراتيجية تحتاج موارد، تحتاج كيف تستطيع أن توزع هذه الموارد على مختلف الأقسام والقطاعات والمستويات. أيضا أن توضع وتعدل الهيكل التنظيمي، ممكن هذا الهيكل التنظيمي كان في الاستراتيجية السابقة يتناسب، أما في هذا الاستراتيجية قد لا يتناسب، كنت تعتمد على الهيكل التنظيمي المتمركز اللي يعطي مركزية عالية للقرار، أصبحت أنك تنتقل من centralization to decentralization، من المركزية إلى اللامركزية، أصبحت تفوض القطاعات أكثر، تريد أنه تعطي مجال أكثر أنه يكون عندك هيكل يتسم بالمرونة، هيكل يتسم بالرشاقة، هيكل يتسم بسرعة اتخاذ القرار، بدل أنه ينتظر الهيكل التصاعدي اللي ينتظر أنه حتى تصل الأوامر من الجهة العليا وكذا وكذا. تريد أن تقلل البيروقراطية، تريد أن تجعل يعني سرعة اتخاذ القرار في يد الإدارات المباشرة أو القطاعات المباشرة. هذه ما نسميها بعناصر تطبيق الاستراتيجية، بارك الله فيكم. تمام، ما الفرق بين صياغة الاستراتيجية وتطبيق الاستراتيجية؟ العلاقة بين صياغة وتطبيق الاستراتيجية، صياغة الاستراتيجية هي في الأساس إجراءات فكرية وعمل فكري، كل عمل فكري، تحليل للبيئة، صياغة أهداف، صياغة بدائل استراتيجية، صياغة الاستراتيجيات، عمل فكري، كله عمل فكري يعني يرتبط بالقدرة التفكيرية، بالقدرة التحليلية، بالقدرة الإبداعية، بالقدرة التركيبية، بالقدرة التفكيكية،
للعاملين والقيادات من أجل أنه ينتجوا هذا الصياغة الاستراتيجية. لكن تطبيق الاستراتيجية هي في الأساس إجراءات تشغيلية وعمل تشغيلي، أنك تنقل الآن هذه الأفكار الاستراتيجية وهذه الموجهات الاستراتيجية وهذه الاستراتيجيات إلى عمل تشغيلي. تتطلب قدرة على الحدس والتحليل، أكيد كما ذكرت أن صياغة الاستراتيجية تحتاج قدرات فكرية عالية، ولذلك بعض الناس عنده قدرات تحليلية خارقة، يعني عندما يتكلم عن التنظير، يتكلم عن العلاقات، يتكلم عن المستقبل، يتكلم عن موضوع الاستراتيجيات، عن قدرة تحليلية، قدرة إبداعية، قدرة تفكيكية، قدرة يعني ما نسميها تركيبية. هذه القدرات تحتاجها يعني القيادات هذه اللي تمتلك هذا الحدس وهذا القدرة على التحليل. تتطلب التنسيق بين عدد قليل من الأفراد لأنها استراتيجية، تمام، في يعني ما تتطلبش عدد أكبر من الأفراد. هذه الاستراتيجية متعلقة يعني بالمستويات العليا الإدارية. طيب، تركز على الفاعلية، تمام. أما في تطبيق الاستراتيجية يتطلب مهارة قيادية، قدرة على التحفيز، لأنك الآن بتنزل إلى المستويات الإدارية الوسطى وتنزل إلى المستويات الإدارية الدنيا، تحتاج إنه يكون عندك مهارة قيادية، في قدرة على التحفيز، قدرة على التعزيز، قدرة على المتابعة، قدرة على يعني تقييم الأداء، قدرة على إيجاد مناخات محفزة في المؤسسة. يتطلب التنسيق بين عدد أكبر من الأفراد، يركز أيضا على الكفاءة. حياكم الله. وهذه الوحدة الأخيرة. طيب، يعني مسألة أنه الآن الرقابة، وضع الرقابة عندنا، وضع الأهداف عندنا، تقييم الأداء الفعلي يشمل كيف أنك تقيس الأداء الفعلي مقارنة بالأداء المخطط. يترتب على تقييم الأداء الفعلي تحديد أنواع الانحرافات، أن قد تكون انحرافات سالبة، انحرافات موجبة، قد تكون أيش مطابقة. في هذا الجانب يعني تحدد أسباب الانحرافات، والتي قد تكون أهداف بسبب الأهداف أو المعايير، قد تكون بسبب العاملين، قد تكون بسبب البيئة المحيطة، قد تكون بأسباب أيش مشتركة. بعدين تقوم بالأعمال التصحيحية، والتي تشمل مراجعة رسالة أهداف واستراتيجية المؤسسة. أيضا قد تقوم بتحليل أو بتعديل الهيكل التنظيمي، قد تقوم بتطوير نظام الحوافز، قد يعني تصدر أسهم لتوفير رأس المال المطلوب من أجل إيجاد السيولة النقدية وإجراءات أخرى. تقريبا هذا الملخص السريع والجلسة الأخيرة لاستراتيجيات للإدارة الاستراتيجية. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الكورس، من هذا البرنامج، وأتمنى لكم التوفيق والسداد والنجاح.